أخنوش يعيد افتتاح حديقة أولهاو بمدينة أكادير. قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل. مباشرة بعد منتدى المنتخبين الأحرار الخامس الذي انعقد أمس السبت بمدينة سلا، حل عزيز خنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير، وذلك من أجل إعادة افتتاح حديقة أولهاو التي شهدت عدة أشغال لإعادة تهيئها. وكان خنوش في هذه المناسبة مرفوقا بوالي جهة سوسماسة عامل عمالة أكادير إيدو تنان أحمد حجي، ورئيس جهة سوسماسة كريم أشنقلي رئيس مجلس جهة سوسماسة، وعدد من المسؤولين والمنتخبين بالمدينة. وقد تمت إعادة افتتاح حديقة أولهاو التي تتواجد بحي تابرجيت بمدينة أكادير بعد أن شهدت عدة أشغال في إطار برنامج التهيئة الحضري لأكادير. وفي تصريح لموقع الأنباء تيفي، أكد عزيز أخنوش على أهمية هذا المشروع بالنسبة لمدينة أكادير التي تستعد لاستقبال زوار العالم بمناسبة حلول فصل الصيف.